السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض كده مهلبية قمر الدين، مهلبية اقتصادية من غير قمر الدين. بمكونات بسيطة جدا جدا، شايفين حبايبي شكلها جميل جدا. يلا بينا حبايبي نشوف الفيديو ونشوف الطريقة خطوة بخطوة. يلا بينا حبايبي كده نشوف مع بعض كده هنحتاج لإيه. هنا حبايبي المكونات كده معايا، ده كده نص كيلو جزر. الجزر ده هوت يعني بتغسليه كويس الأول، بتقشريه، وبعد كده بسلقه في رطل مية، وبسيبه بقى لحد ما يبرد خالص. المهم اللي هو يستوي ايه معاكي الجزرية، ايه تحس اللي هي ايه استوت، فبتطفي عليه وبتسيبيه لحد ما يبرد ايه خالص اهوت. وهنا حبايبي معايا بقى هنا معايا هنا 2 رطل عصير يوسفي او برتقان، يعني برتقان او سفندي ممكن برضو ايه تستخدمي اي عصير منهم. ما اللي عندي دهوت ده كده عصير ايه سفندي 2 رطل، وبصفيه. يعني هنقولك بقى بعمل ايه عشان اخد العصير كده بتاع السفندي، هقولكوا على الطريقه اللي انا عملت بيها. بتجيبي السفنديه وبتقشريها، وبعد كده بتقسمي السفنديه على نصين، وبتبداي اللي انت تطلعي البذر منه، بعد كده بتحطيه في شفشق الخلاط، وبعد كده اهوت بتضربيه كده مع بعضه، وبعد كده بتبداي اللي انت ايه بتصفيه. ده كده اللي انا عملته ايه كده حبايبي. وخدت بقى ايه يعني طلع لي كده الكميه 2 رطل. هنا معايا ده كده كوبايه سكر، والكوبايه دي انا ممكن احتاج برضو تاني، انا حاطه سكر جنب مني اهوت عشان ايه، يعني السكر ده طبعا بيبقى على حسب الرغبه. فانا هنشوف الكوبايه دي يعني لما اجي اعمل معاكم دلوقتي هشوف وهدوق كده واشوف محتاج سكر ازود مش محتاج خلاص. وهنا معايا ده كده ايه كوبايه نشا. دي كده المكونات كده معايا ايه حبايبي، 4 مكونات لعمل مهلبية قمر الدين، مهلبية اقتصادية وطعمها جميل جدا. وكمان اللي هي المهلبية دي كمان بتبقى مغذية كمان، لان الحاجات اللي فيها يعني طبيعية يعني جميلة جدا. طبعا الجزر كله فوائد، وده كده عصير البرتقال او السفندي اللي انت هتستخدميه، طبعا ده عصير طبيعي مركز، فده هو طبعا كله فيتامينات. الوصفة ديت جميلة جدا. يلا بينا كده حبايبي بقى نبدأ كده هوت ونشوف مع بعض هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي هبدأ بقى دلوقتي اجيب بس الكوبايتين دول كده على جنب. دلوقتي هبدأ اللي انا اضرب الجزر دهوت، هضربه في الخلاط. بس عايزة اوريكم برضو حاجة، لازم يكون مستوي معاكي خالص. حطه بقى كده هو الشمشق بتاع الخلاط، يعني هضربه على مرتين. هعمل فيها المهلبية يعني حلة كبيرة كده عشان تكفي بقى معايا، احط فيها العصير دوت. شايفين عصير سفندي طبيعي 100%. هفضي عليه بقى عصير الجزر اللي انا ضربته. هوريكم شكله.
شايفين حبايبي بيبقى معانا بنفس الشكل كده، تضربيه بتنعميه كويس. هفضيه بقى كده اهوت هنا. هفضي بقى بقيه الجزر عشان اضربه كده اهوت مع الميه، مع رفل الميه. يعني رفل الميه كده ايه، باخد نصه كده اهوت مع شويه جزر، والنص التاني بحطه مره تانية مع شويه ميه برضو، مع الجزر وشويه ميه عشان ما تقليش. بس على الخلاط ايه معاكي يعني. مع بعض واضيف بقى عليهم السكر. وهشوف برضو دلوقتي لو محتاج سكر هزود. ده هضيف برضو النشا. كل حاجة كده تقيل على البارق. ده هجيب معلقة عشان افضل الكوباية. شايفين كده لونه، لون قمر الدين بالظبط. فدلوقتي بقى هقلبهم كده اهو، بس هوقف عشان الصوت. وهضرب بقى ايه، يعني مش هقلب بقى بالكبشه ديت، انا هضرب هقلبهم بالمضرب، بمضرب سلك كده اهو، عشان النشا يختلط ايه بسرعه. عشان انت لو قعدتي تقلبي بالمعلقه هيغلبك، مش النشا مش هيختلط معاكي على طول. فزي ما احنا شايفين اهوت، بالمضرب السلك بتلاقيه اختلط بسرعه. بس عشان انا هقلبه بس ايه، يعني دقيقه كده ونرجع تاني. يعني دلوقتي حبايبي انا قلبته كده كويس. هبدا بقى دلوقتي، انا شلت بقى الشفشق بتاع الخلاط عشان اوسع بنفسي، ودقته لقيته محتاج ايه سكر، فانا هزود نص كوبايه سكر كده كمان. نعم. وهزود برضو هديه برضو نص كوبايه نشا كمان برضو، لان انا كده عندي كميه العصير 3 رطل فكوبايه نشا، فهي مش هتكفي، فانا هزود نص كوبايه ايه كده كمان. نعم. هدي كده على جنب. هبدأ بقى دلوقتي هقلبهم برضو كده بالمضرب. طبعا المهلبية دي ولا عايزة بقى الفانيليا ولا عايزة حاجة، لان هي فيها عصير السفندي فما بتحتاجش فيها ايه فانيليا. خلاص كده بقى ايه، هولع عليهم. دلوقتي حبايبي انا كده ولعت على المهلبية. هسيبها بقى دلوقتي طبعا مع التقليب برضو، يعني مش هبطل بقى تقليب كده اهوت، وهسيبها لحد ما تبدأ اللي هي بقى ايه، يعني تسخن كده معايا، والخليط بتاعها يعني يتماسك كده ويبقى تقيل كده معايا. في الوقت ده بقى ايه، هبدأ بقى ايه اللي انا اجهز الاطباق اللي انا هحط فيها. بس طبعا ايه، مش يعني مش هسيبها واروح بقى اجيب الاطباق، فانا هقلب فيها كده لحد ما تخلص خالص كده معايا، واطفي عليها، وبعد كده اجيب بقى الاطباق اللي انا هنحط فيها.
ماشي. فدلوقتي انا هوقف دلوقتي ونبقى نرجع تاني. دلوقتي حبايبي المهلبية كده بدأت اللي هي يعني زي ما احنا شايفين، بدأت اللي هي القوام بتاعها بقى تقيلة اهيت اهيت، شايفين المنظر؟ دلوقتي يا حبايبي انا هطفي بقى كده عليها خلاص، وهبدأ بقى انقل الحلة بقى كده على الطباخة ومجهزة بقى، جهزت الاطباق كده معايا وهبدأ بقى انا ايه اصبها. شايفين حبايبي شكلها جميل جدا. دلوقتي بقى ايه هبدأ ان انا احط كده اوزع المهلبية كده على الاطباق دي كلها، وبعد كده نرجع تاني. دلوقتي حبايبي انا كده خلصت خلاص، وزعت المهلبية كده على الاطباق والطعم بتاعها جميل جدا جدا. اتمنى حبايبي اللي انتوا تجربوها. دي بقى مهلبية قمر الدين اللي هي الاقتصادية، يعني من غير قمر الدين خالص، وزي ما شفنا شايفين اللون بتاعها جميل جدا. نعم، وكمان الطعم بتاعها يعني فعلا الطعم بتاعها روعة بصراحة. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها كده وتقولوا رأيكم ايه. طبعا هو الفلاش ممكن يكون مش موضح اللون بتاعها، فانا ممكن يعني اصور لكم مقطع كده من غير فلاش. ده كده من غير فلاش، بس مش عارفة بقى الإضاءة هتبقى حلوة ولا لأ. ده كده هنشغل فلاش أحسن. هاتي تعالي حطيها في الحوض ده اغسليه. يلا ندى ساعديني روحي بقى اغسلي مواعين. كده هنشغل لكم بقى الفلاش كده حبايبي. اتمنى حبايبي للفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان البراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا عايز اعرف بقى رايكم ايه كده في الوصفه، اكتبوا لي تعليقات كده، ولو في اي حاجه اي يعني ملاحظات ولا اي حاجه اكتبوا لي تعليقات وقولوا لي رايكم ايه. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.